ملفوفات. هذا مفتاح البيت، والمفتاح الصغير مفتاح صندوق حاطه على رف النملية. افتحي وشوفي شوفي. سليه، انت ليش هيك عم تحكي؟ بدك ترجع بإذن الله. ومنصورين بإذن الله، بس بجوز قسم مننا ما يرجعوا يستشهدوا يعني، لو أنا بجوز كون من هذا القسم. المهم الصندوق فاق قصاية حب أزري كتبت لك ياهم. بس ترجع تقرأ لي ياهم كلهم. خليني كفي كلامي إذا بتريدي، ما فوقت. خلص كفي، ما بقى قاطعك. بتسلميلي على أبوك وبتقليلي يسامحني وبتبوسيني شوار بها. شبك سليم، أبوي رايح معكم. بعرف إذا رجع وإذا ما رجع تدفنونا حد بعضنا. شو عمل لك عفوفة؟ لا تنسيها، حد بعضنا البعض. راجعين بإذن الله، راجعين كلياتكم إن شاء الله. بس إذا ما رجعت وتجوزتي بعد مني وإجاكي صبي سمى سليم. سليم، أنا ما بدي أتجوز بعد منك، أنا ما بدي أعيش. لا، قانوناً وشرعاً لازم تتجوزي، لأنه إذا متت أنا أكيد الحياة بدها تستمر. أصلاً نحن رايحين نموت مشان تستمر الحياة، ما هيك عفوفة؟ بحبك كتير، أنا بحبك يا عمي.